هل صلاة الوتر تختلف عن صلاة الليل من حيث وقتها والدعاء الذي يقال في الصلاتين وكذلك عدد ركعات الصلاة؟ لا، الوتر من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل وهو ختامها، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل بعد صلاة العشاء، تصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة، تقرأ فيها الحمد وقل والله أحد، هذا الوتر. نعم. لا دعاء يا شيخ فيها، يقول يمكن يبقى يقرأ بعد الركوع اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره، او يدعو بغير ذلك لا بأس.